ندمت اللي دخلت اوروبا. السلام عليكم خوتي وخياتي، مرحبا بكم في قناه ديالكم رائد فلوق. حبيت قبل ما نبدا الفيديو تاع اليوم، الموضوع مهم بزاف، بصح قبل ما نبداوه حبيت نشكر كاع لي زوم وكاع لي زومات، خاوتنا الرجال لي زوم وخياتنا لي زومات، فريمون راكو فريمون كتشجعوا فيا بلي ميساج تاعكم، سورتو هذوك الناس اللي خليك جام وكومونتي قبل ما يبدا الموضوع، يعني قبل ما يبدا الفيديو. سحب ثقه في المنتوج، الله يرحم الوالدي والله يرحم كل شيء جابتكم، باسكو بيكم انتم ان شاء الله راح نكمل وما راحش نحبس ان شاء الله، وان شاء الله القناه تبقى توجور نظيفه في محتوى تاع الهجره والمهاجرين، وان شاء الله تبقاو توجور تستفادوا منها. يا لو كان كل فيديو تستفاد حاجه الدنيا وما فيها. ندخلوا ديريكت في الموضوع باش ما نضيعوش الوقت. الموضوع كي تقرا العنوان يخلعك. ندمت اللي دخلت اوروبا. علاش ديسيديت اليوم باش نحط الموضوع هذايا؟ اليوم كان لي الشرف اني تلاقيت مع زوج حراقه، واحد من الجي واحد من عنابه، تلاقيتهم وحنا قصرنا بزاف بزاف وحكوا لي حكايتهم وحبوني، قالوا لي رائد الحكايه هذه اعطيها لخاوتنا باش ما يديروش الغلطات اللي درناهم حنايا وباش يتعلموا من غلطات تاعنا. خاوتنا هذوما كنت متمني اني كان جوزتهم هما هضروا معاكم، يقولوا كان بلا فوا، يعني سواء نوريهم ولا يهضروا بلا فوا، ولكن نعذرهم خاطش قال لك رائد ماناش حابين نبانوا وماناش حابين نهضروا، نخاف. شوف خويا ولا اختي سمعوني مليحه، خافوا مساكن يتعرفوا عليهم فاميلتهم ولا احبابهم ولا ولاد حومتهم ويستشفوا فيهم. هاد الحكايه هادي ماشي غير ماشي حراق واحد ولا زوج، بزاف خاوتنا حراقه اللي مسكين ما يكون ماشي واصل ولا ماهوش مليح فيها وما يحبش ولاد حومته ولا ناس واحد اخرين يعرفوا لا سيتوياسيون تاعو باسكو يستشفوا فيها. يعني صافي مالوك اقسم بالله، حكوا لي قالوا لي بالك رائد بالك تهضر على حاجه وين نقدروا يتعرفوا علينا. نبداو الحكايه تاعهم على بركه الله. خاوتنا واحد من عنابه وواحد من الجي عندهم عام ونص هنا غربه. هادو ما خاوتنا كانوا في زوج يخدموا في شركه وطنيه معروفه، كيقولوا شركه معروفه تسمى شركه وطنيه كبيره، وكانوا خدامين يخلصوا ما بين 7 ملايين و10 ملايين. قال لك في زوج كنا بالطوموبيلات تاعنا ويعني سيتوياسيون فينا يعني ماديا كانوا ملاح، قال لك يعني ماديا كنا ناكلوا مليح نشربوا مليح عايشين مع مالينا، الطوموبيلات تاعنا نخلصوا مليح شهر كونجي في العام، يعني كانوا انتيك. ولكن تعرفوا بواحد الناس في اسبانيا، وهادو الناس تاع اسبانيا طمعوهم ورجعوا لهم اوروبا جنه. على باش حم خطا نقول لكم خاوتي، اوروبا ماهيش جنه وماهيش جهنم، اوروبا كاين اللي تمدلو وكاين اللي تنحيلو. خاوتنا هادو ما من الناس اللي نحات لهم. تعرفوا على واحد الناس في اسبانيا قال لهم ارواحوا من نهاركم حاجه ما تخصكم، تعيشوا عندنا في الدار تروبوزيو 10 ايام 15 يوم نلقاو لكم خدمه، الكوارت ساهلين منا مليك. خاوتنا امنوا وريسكاو بحياتهم، ريسكاو يعني ريسك كبير وضيعوا دراهم كبار ومشاو لاسبانيا. كي لحقوا لاسبانيا نهار الاول بداهم بالمشاكل، غير لحقوا قال لك ريحنا سوايع بزاف. المهم انا ما نصح حتى واحد بالهجره ولا بالحرقه ولا، ولكن نسي نعطيكم برك الحكايات وانتم تخطف منها واش تستفاد نتايا، يعني العبره. غير لحقوا من نهار الاول اللي لحقوا الناس هذوك اللي يعرفوهم في اسبانيا ما ريبونداو لهمش في التليفون، قال لك ريحنا الليل كامل قلنا بالك هما لاقدين بالك كذا، تليفونات سيلونسيو ريحوا الليل كامل وهما بيتين مخبيين، كي لحقوا لازم يتخبى يعني يطيح عليك باباك او واش راك دير هنا بلايص محروقين، ريحوا الليل كامل وغدوه غدوه ان شاء الله بدلوا بلاصه وقعدوا يعيطوا للناس هذوك يصوني في الفيديو صوني في الفيد ومن بعد اوب مبلوكي بلوكاوهم في التليفون. ريحوا ثلاث ايام هما تماك ميزرين يعني حاصلين ما قدر يخرج من اسبانيا، يقول لك بالك السيدي ريبوندي علينا بالك ما عنده مشكل بالك كيفاش بلوكانا ما كاش منا، السيد البارح كان يهضر معنا عندنا 7 شهور احنا نقصروا معاه نورمال وحبيبنا وكذا ومعرفه ومن هيك وشغل دقيقه هذيك يبلوكيك في التليفون شغل بلوكاو. ريحوا ثلاث ايام هما تما كيستناو بالك يريبوندي بالك عيط لهم بالك كذا والو. خلصوا ثلاث ايام هذوك عرفوا باللي ما فيهاش باللي تحشات لهم، واش داروا؟ مشاو لفرنسا. قال لك نبدل بمضرب بالك بويسك فرنسا معروفه باللي فيها الجاليه الجزائريه كبيره بزاف، ومع قال لك نمشيو تماك نجربوا حوالنا. راحوا لفرنسا وما لقاش بها وين، قال لك اللي نحبوا يعاوننا ما يقدرش يعاوننا، كاين اللي يخاف كاين ما يعرفهمش كاين يقول لك شي واحد شفنا وين باتوا واحد يخاف. حتى نهار تلاقاو مع من مع حراقه واحد اخرين، حراقه واحد اخرين اللي بيتوهم عندهم خلاهم عندهم 15 يوم، يعني شوف حراق بلا اوراق بلا والو هو اللي يعاون حراق.
يعني في هذا الباب هذه الله يرحم والديهم الحراق هذو ما نعرفهمش، ولكن بالك يشوفوا الفيديو هذا لهم الله يرحم والديكم. قال لك استقبلونا عندهم وكانوا في ربعه ساكنين في ربعه في دار صغيره، وزادوا هاد الزوج هذو ما قال لك والله العظيم غير داروا لنا فوق راسهم، ولكن ما قدروش يدوهم فوق 15 يوم، خافوا مول الدار يفيق باللي مدخلين زوج ناس واحد اخرين ويخرجهم كامل من حقهم. دوكا هما بداو يحوسوا على شكون يعاونهم، ولكن ما لقاوش خوتنا مغتربين يعاونهم. باش ما تلوموش خوتي، خاص دوك فهمكم حاجه، كاين مغتربين ما يعاونكش باسكو هو ما يسواش، وكاين مغترب ما يعاونكش باسكو يقول لك اللي تقاس اللي يقرص الحنش يخاف من الحبيله، وكاين اللي ما يقدرش يعاون. كاين خوتنا هذاك اللي ما يحبش يعاونك، كاين خوتنا مغتربين شفناهم بارتو في فرنسا وفي هنا في ايطاليا بارتو بارتو، تلقاهم مسمومين ماشي كامل، ولكن كاين واحد الفئه مسموم. ماذا به انت ما تطلعش، ماذا به انت ما ديرش كوارط، ماذا به انت ما تنجحش، ماذا به ماذا به، وتلقاه ما هو فاريها بالك، فاريها بكوارطو بخدمته يعني ما يسحقكش انت كحراك، ولكن بالمعلومه ما يحلبكش. ماذا به انت تبقى مغمض، وماذا به انت ما تنجحش، ماذا به لو كان يلقى كيفاش يقبضوك ويهبطوك بالك يفرح. كاين مجموعه بزاف من هكا من المغتربين، ولكن كاين مغتربين واحد اخرين اللي عاونوا ولا لهم خيرهم ولا لهم شر. كاين اللي انا نعرف بزاف ناس يقول لك دخلت الناس لداري وصراو لي مشاكل، كاين اللي رفدوا له، كاين اللي صرا له مشاكل مع دارو، كاين اللي مع جيرانه، كاين اللي سرقوه، كاين اللي حقروه، كاين اللي ضربوه، كل واحد وحكايته. يقول لك وليت انا ما نعاونش، يعني واحد يخسرها على واحد اخر، يعني ترفد انت حراق وهذاك الحراق. يعني بورتو دائما نقول لكم خاوتي الحراقه ماشي كاع ماشي مليح، وماشي كاع سراقين، وماشي كاع دي فوايو، ما كاش منها. كاين بزاف 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 حراقه فري فري ولاد فاميليا وفري لي زوم الغالب، يعني الظروف اللي رجعته يحرق، اللي بعتته حرق. يعني باش ما تفهمش باللي حراق هذا ماشي مليح، ما كاش منها هذه. المهم يقول لك باللي كاين مغتربين يقول لك انا عاونت حراق واحد وزوج وصراو لي مشاكل وكذا، وليت ما نعاونش، يعاون غير من البعيد البعيد. يعني يقول لك انا ما نسكن وحدي، ما نقدر نجيب حتى واحد عندي للدان ديبانيه، يقول لك نخاف هذيك هذيك من حقه، يقول لك اللي يقرصوا الحنش يولي يخاف من الحبيله. وكاين واحد اخرين اللي ما يقدرش يعاون، يعني مغترب ما يقدرش يعاون الغالب، هو راه دو جوستيس. انا يعني باش تفرقوا باللي ماشي كاع المغتربين ماشي ملاح، وماشي كاع المغتربين ملاح، يعني كاين اللي لاباس بهم ما يحبش يعاون هو مسموم وكذا، وكاين اللي الغالب عليه يعاون من البعيد لبعيد، وكل واحد وحكايته. المهم حصلوا مساكن وخلصوا لهم الدراهم اللي كانوا عندهم، واش ولاو؟ ولاو يدوروا، كيقولوا ولاو يدوروا يعني خرجوا على الطريق. يعني قال لك كنا في الجزائر لاباس بينا طوموبيلاتنا، ولينا في اوروبا نسرق، يدير في حاجه اللي هو مش يحبها، تيماجيني يدير في حاجه اللي يقول لك ما لقيتش واش ناكل، ما لقيتش واش نشرب، خاف يعاود يولي للبلاد، يدير ديبور روحه ولا ويشفوا فيه كيفاش انت كنت خدام لاباس بيك، شوف وين روحتك، ضيعت خدمتك راح لك كلش، وجاي دوكا تسنتر، ما لقاوش ما كاش واش ياكل واش. المهم خرجوا على الطريق ولاو يسرقوا، هما مع روحهم ماشي عاجبهم الحال. يا حليل خويا ما تستشفاش ثاني، يعني انا كي حكيت معاهم قصرت معاهم فري فري ناس طيبين، وحكاو لك ليستوار، شو كي يحكي لك ليستوار تاعو ماشي كيما اللي نعاودها لكم انا، شغل تحس انسان او يكذب ماهوش يكذب او يهضر الصح ماهوش يهضر الصح. يعني هادو الناس ديجان طيبين، ولكن صراو لهم امور اللي حياتهم تقلبت قايتك. سمعوا باللي هنا في الطليان كاين الساناتوريا، رفدوا روحتهم جاو لهنا للطليان العام اللي فات، جاو للطليان تشوكا ولقاو باللي لي كونطرا هما كانوا مطلعين حساب باللي 1000 ولا 1500 يخدموا الكونترات، ولكن كي جاو لهنا يلقاو الكونترات 5000 7000 اورو 10000 اورو بلا لارناك بلا والو. تلفت لهم واش يديروا، ريحوا هكاك ريحوا، هبطوا تحت نابولي لقاو خدمه في الفلاحه، قال لك نخدموا بزاف والخلاص قليل، ولكن الحاجة المليحة سيكون لو يخدموا الحلال، ما عندهم والو، ماشي الدراهم اللي تترفاه ولا، ولكن راهم يديباني في روحتهم. جاو لهنايا روما وتلاقيت بهم وقصرنا وحكينا وان شاء الله نعاونوا خاوتنا بالحاجة اللي نقدروا عليها. على كل حال البيوت تاع الفيديو تاع اليوم اني الحكاية تاعهم تفهموها، ما تثيقوش بالناس اللي ما تعرفوهمش. كاين ناس اقسم بالله بالك ما تعرفوش يعاونك، كاين ناس تعرفه اللي بيرجع لك اوروبا جنه، اوروبا ما راهيش جنه وما راهيش النار. يعني قبل انت ما تخمم في الهجره تطلق واش كاين في يدك وتتبع واش كاين في الشجره. شغل الى راك خدام، هذه نصيحه لله في سبيل الله، نصيحه تاعي ونصيحه تاع خوتنا. اذا انتيا راك خدام سطاب في بلادك في الجزائر ولا في المغرب ولا في تونس وعندك سيتوياسيون مليحه
تخدم انت في شركه وعندك طوموبيل وتخلص مليح وتقدر تاكل وتقدر تشرب وتقدر تلبس وتقدر تحوس. خمم في اوروبا على اساس سياحه، ارواح تحوس، ارواح تقعر، ولكن لا تطلق واش كاين في يدك وتتبع واش كاين في الغار، يقدر يروح لك واش كاين في يدك والغار ما فيه والو. اوروبا كاين اللي طلع بوالو ونجح، وكاين اللي طلع بشيو وشوته كيما خاوتنا، وكاين اللي مدت له وكاين اللي نحات له. النصيحه تاع اليوم خاوتي، ما تامنوش الناس اللي يسهلوا لكم في الامور، كيما ما تامنوش الناس اللي يصعبوا لكم في الامور. قبل يعني كنت ندير لكم شحال من فيديو وعطيتكم النصائح تاع قبل ما تطلع اوروبا، قبل ما تخمم في الهجره، لازم لك الميتي، لازم لك اللغه، لازم لازم لازم, لازم بزاف امور، ولكن لازم لك واحد الحاجه اللي هي يد المساعده. باسكو اليامات الاولين في اوروبا هما اللي راح يقروا انت واش راح تكون في اوروبا. الناس خاوتنا، علاش انا دائما نقول خاوتنا مهاجرين، كي تلقى واحد حراق وليد بلادك نصحو وريلو، تعرف ما تقدرش تديه لدارك، ما تديش لدارك. حتى واحد كاين بزاف ما يقدرش، مزوج، كاين اللي عنده الدير، كاين اللي عنده دراري، كاين اللي ما يقدرش، من النورمال عادي. ولكن ما تسمحش في اخوك من حيث المعلومات. تقدر توجهو، تقدر تشوف له خاوتنا اللي راهم حراقه، واحد اخرين كاينين بوستوليتو تشوف له بوستوليتو، ما على باليش انا مد له معلومه، قال خويا روح خدم كارطة سانيطاريا، تقدر تخدم له ورقه تاع الطبيب، تقدر دير هذه، اللي تعرف تعرف شي واحد يحوس على خدام سي برونشيه، تقدر تعاونو شويه دراهم، عاونو بالشي اللي كتب له ربي. ما تحقروش، ما تحتقروش، وما تضيعوش. كيما خاوتنا هذوما تاع اسبانيا ما فهمتش علاه تسهلوا لهم امور، طلعوا ما تطفي عليه التليفون وتبلوكيه. الناس بسبتكم انتوما خلاوش عندهم في الجزائر، وبسبتكم انتوما ولاو تبعوا الطريق ماشي مليحه، والحمد لله ربي سترهم وعاودوا سقموا رواحتهم. يعني كانوا يديروا في حاجه، قال لك حنا ما نديروا حاجه ومن بعد نروحوا نرقدوا نبكيو في زوج. قال لك ولينا نبكيو باسكو حنا مشيت لحد الامور هذوما، ما قدروش يعاودوا يولوا باسكو ضيعوا واش عندهم في البلاد. هذوما تاع اسبانيا جماعه تاع اسبانيا، هذوما نقول لكم انا واحد، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وما كاين بزاف بزاف كيما هما. يسهل لك الامور ودير في بالك باللي كاين بزاف يقول لك اروح اروح، نهار تلحق اوروبا ما تلقاش، تلقاش كاع. علاش انا نقول لكم باللي باش واحد يعاونك لازم تكون ثقه فيه 100%، 100%. يعني باش يعاونك ماشي لازم يدخلك لدارو، ولكن يقدر يعاونك، يشوف لك وين تكري، يشوف لك اذا كش ما يعرفكش واحد يخدمك. هذا ما يقدرش يعاونك. انا لو كانوا كونتاكتوني من قبل قالوا لي ما كناش نعرفوا القناه تاعك، حتى طلعوا حتى مشاو لفرنسا باش عرفوا القناه تاعي. انا لو كان كانوا اتصلوا بيا نقول له يا خويا انت خدام في شركه وطنيه ما مدولكش فيزا خطره الاولى والثانيه، زيد اصبر وعاود فيزا وطلع سياحه، طلع سياحه وشوف عينك يا ميزانك. بصح تطلق لاباي تاع ما بين 7 ملايين و10 ملايين وطوموبيلتك وشيك ولاباس بيك، وتروح ترمي قريب في جو رميته قريب 200 مليون باش تطلع ما تولي في سيتياسيون كيما هذه. انا واحد وكنصحتهم نقول لهم كلا اطلع حواس خو، ما تضيعش واش كاين في يدك، باسكو كاين ناس بزاف اللي طلعوا ما عنده والو، لا خدمه لا دار لا دوار، هذاك هو يسيف لا شونس تاعو، يقول لك انا اضرب بواسعه، نجرب نخدم في دبي ولا نخدم في اوروبا ولا نخدم وين وين كاين رزقك تريح، جرب. ولكن تطلق واش كاين في يدك وتتبع واش كاين في الغار، لا لا. نصيحه تاعي خوتي، ما تثيقوش كيما رانا نشوفوا في الفيسبوك، فيزا كندا الدراسيه، فيزا كذا، غير الخرطي في خرطي، غير على جال دراهم يمسحوا لكم فمكم. ما تثيقوش في لابورت لوكي، ما ديش ثقه في الناس كامل. كاين ناس يتسهل لكم امور والامور صعيبه، وكاين ناس ثاني راه يتصعب لكم في الامور، حسد وبغض الله يهديهم. الحكايه تاعهم فيها عبره، ان شاء الله تكونوا اعتبرتوا منها. والله خوتي الحراقه خوتنا، الله يستركم والله يحفظكم، وربي يبعد عليكم كاع دعاوي الشر، وان شاء الله جميع واحد ما هو بلا اوراق، ان شاء الله ربي يسهل له اموره ويدير الاوراق تاعو ويفتح عليه ربي. وخوتنا اللي راهم في الطريق العوجه ان شاء الله يا ربي يفتح عليكم خدمه، انتم سبوا شويه ديروا السبه، ان شاء الله ربي يفتح عليكم خدمه باش تبعدوا على الطريق هذيك. وخوتنا اللي راهو بلا خدمه ولا ان شاء الله يلقى خدمه في اقرب وقت. وخوتنا اللي لا تقدر تعاون حراق بخدمه عاونوا، تقدر توجهوا عاونوا. خوتنا خوتنا المغتربين، سواء راك قديم سواء راك جديد، سواء عندك كوارت سواء ما عندكش كوارت، كي تلقى حراق واحد اخر عاونوا، ما تفشلوش، ما تطبعوش على راسو، ما تضيعوش. نصيحه لله في سبيل الله، عاون بالنصيحه، النصيحه هذيك يقدر خوك حراق يستفاد منها بزاف.
وكي تعرف دوك انا واحد نعرفه هنايا ما عندوش الوراق تاع الدواء يقدر يداوي، نوري له قال خويا ها واش دير واش دير واش دير، روح منا روح منا، تقدر تخدم هذه الورقه تقدر تخدم الورقه هذه، ماشي يقول لهم على باليش. حسبنا الله ونعم الوكيل. ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو تاع اليوم، وخاوتنا هذوما الله يسترهم الله يفك عليهم ان شاء الله، وخاوتنا اليوم في البلاد، خاوتي تاني تما تلقى واحد كان في اوروبا وهبط داروا له ديبور ولا هبط ولا ما طيحلوش المورال، ما تستشفوش فيه، باسكو ميم في المواقع تاع الفيسبوك دي ديفوا تلقى ناس يستشفوا فيه الناس قسما بالله، يعني تلقى يستشفى الشح فيك انت حبيت انت درت انت كذا، ما تستشفوش فيهم باسكو كاين ناس حابه تولي البلاد وماشي قادره تولي على جال الشفايه هذيك، وربي يستر وخلاص ويحفظنا ويحفظكم. تلقاو ان شاء الله في فيديو جديد موضوع جديد نموت عليكم خوتي، تشاو راكاتسي.